الحمد لله. هذا الصباح هذا تساقطت أمطار الخير والبركة، والسماء كما تلاحظون يعني سحب آتية من الجهة الغربية، يعني من الجهة ديال المحيط الأطلسي، مع كاين شوية ديال الرياح. وبعد انتظار طويل أمطرت أخيرا ولله الحمد. وبصراحة واحد الراحة، واحد السكينة كتنزل على النفس ديال الإنسان، ما عندهاش تفسير في الحقيقة إلا الشكر والحمد للخالق. والسحب كما كتلاحظوا أنها يعني من نوع المنخفض، اللون ديالها داكن كما كتلاحظوا، راها محملة بأطنان من المياه، غتكون من حد شي منطقة معينة. الآن هي ما بقاتش كتساقط، ولكن ينتظر حسب التوقعات أن باقي واحد شوية ديال الخير غادي ينزل، والأمل ديالنا كبير في الخالق سبحانه وتعالى أنه يرحم هذا البلد. Thank you.